ما حكم من يختم الصيام بالسيجارة؟ أنا شخص مدمن أصوم رمضان الحمد لله، ولكن في أيام من رمضان عندما أذن الأذان أشعلت سيجارة قبل ما أشرب الماء وقبل ما آخذ تمرة. عندما خلصت السيجارة بعد ذلك شربت الماء وأخذت التمر. ما حكم ذلك؟ هل علي قضاء اليوم أو كفارته؟ تابع الإجابة. الإفطار على الرطب أو التمر أو الماء سنة مستحبة وليس بواجب لازم، فيجوز للصائم أن يفطر على ما يشاء من الطيبات، ولكن السنة ما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. صححه الألباني. أما ما تفعله أنت فهو مخالف للسنة النبوية في طريقة الإفطار من الصيام، كما أن التدخين محرم لإضراره على كل حال على صحة الإنسان والجيران. لكن ما دام أنك أفطرت بالسيجارة بعد آذان المغرب فصومك صحيح ولا شيء عليك، لكنك خالفت السنة في طريقة الإفطار كما بينا لك، كما أنك آثمت بتعريض نفسك للإضرار بها. وفقط يومك صحيح ولكنك تؤثم على تعريض النفس للضرر. وفقط صيام مقبول إن شاء الله.